لنعتبر عندك تصوير لموديل قايل لك انه انا بدي الخلفيه تكون غامقه مش فاتحه، واجاك لابس اسود، هو بحب يلبس اسود مثلا قميص بلوزه طقيه او حتى شعره نفسه اسود غامق اللون. في معضله راح تواجهها اذا صورته على خلفيه غامقه زي اللي انا عليها هسه، انه تقريبا الجسم او الحواف والشعر والطقيه اختفت مع الخلفيه، مش مبينه حوافهم ومعالمهم. ففي عندنا حلين حتى نحدد معالم الموديل او حوافه ونفصله عن الخلفيه. الحل الاول هو عباره عن اضاءه بتكون ورا الموديل بتضوي عليه وعاده نعطيها لون. هاي الإضاءة بنسميها باك لايت، إضاءة خلفية، لما نضويها على الموديل بيكون وراه بيعطيه حواف وبفصله عن الخلفية. الحل الثاني بيكون عبارة عن إنك تضوي ضوء على الخلفية، هذا الضوء بهاي الحالة بنسميه باك جراوند لايت، هو عادة بيكون الضوء هيو ورا الموديل بضوي على الخلفية بيكون مخبيه بجسمه، أو ممكن أنت تستخدم الاثنين مع بعض عادي، لكن بكل الأحوال إذا ما في أي إضاءة تفصل الموديل عن الخلفية هيك الجسم بيختفي، باقي المعالم مش واضحة. بس في ملاحظة أخيرة بدنا ننتبه لها، إنه الضوء اللي موجود على الجسم هاي الحواف يطلق عليها بالإنجليزي اسم ريم لايت. كيف تحط ريم على الموديل؟ عن طريق باك لايت بيكون وراه، فبدنا نميز الفرق بين الريم لايت والباك لايت.